ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، هنعمل النهارده بقى مع بعض القرص الفلاح، القرص فلاح الساده. معايا بقى المقادير، عندي بقى معلقه كبيره خميره، قلبتها في معلقتين سكر، سبتها شويه اهي عشان تعمل اختبار للخميره زي ما بنعمل كل مره مع العجين. دي اللي بقى بتاع الخميره، معلقتين سكر، معلقه كبيره خميره، كيس خميره فوريه. عندي كوباية سمنة وكوباية زيت، عندي معلقتين قشطة، قشطة من على وش اللبن الحليب، وعندي لبن رايب ولا حليب أو زبادي على اللبن حليب، عندي معلقة كبيرة ملح، معلقة بيكنج بودر وكيلو ونص دقيق. هنعجن بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، معلقة خل، بسم الله الرحمن. السمنة هكون مسخناها مدفية، واللبن مدفياه، كل الحاجة دافية. هننزل بقى بالمقادير السايلة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، وننزل باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، دي بقى هتاخد زي ما العجينة هتاخد في ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، السمنة هنزل بالخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الخميرة بقى معايا، فارة اهي، هنزل بمعلقة كبيرة خل، خلي العجينة هشة بقى وجميلة. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، هنزل بقى بمعلقة القشطة، معلقتين قشطة، لما تغلي اللبن الحليب بيعمل وش قشطة. سيبيتيه في التلاجة ليلة، بعد ما تغليه هيعمل وش القشطة ده. خدها بقى للعجين، حطها بقى في التلاجة في علبة محطوطة للعجين دي. جدا نغلب بقى كله. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بقى معلقة الملح، هنزل بقى بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، خلي السمنة للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد البيكنج بودر، معلقة البيكنج بودر، اللبن لازم يكون دافي، سخن اللبن سواء اللبن الحليب او سواء اللبن الرايب او الزبادي، او لو كوبايتين زبادي على كوباية لبن حليب. نخلي السمنة للآخر. يبقى عليها جنب ايديها، يبقى نقلب الدقيق كويس مع بعضنا اهو. نقلب الدقيق، خليه يشوف الدقيق، ننزل بقى بالسمنة. عايزة تعجنها بزيت خالص عادي، عايزة تعجنها بسمنة على زيت بتبقى جميلة.
تفضلي بقى تعجني فيها اهو، تطوي السمنه من في الدقيق، تعجنيها كويس تطلعي بقى. كده بقى تفضلي تعجنيها كويس قوي اهي. بصي العجينه معاكي، عايزين العجينه بصي ما تسيبيش فيها لا دقيق ولا سمنه. طلعي بقى كل قوتك في العجينه ولا البوله اللي انت عجنت فيها ده اهي يبقى فيها لا دقيق ولا سمنه. تعجن عجنه اهي كويس. شايفه بقى العجينه معانا عامله ازاي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ده ما شاء الله تلتها بقى اهو، تديها لك فيه كده. بصي تعجن القرص تعجنها كويس، اي عجينه تعجنها كويس من العجينه في بيضه في الكتر اهو، هتطلع عجينه شرايح وحلو. بصي بص الطبق بقى من العجينه، بص الطبق عجينه سابت نفسها اهي، سابت اهي بس كده. وغطاها بقى، عايز نقلها في البوله، مش مهم نقلها، هي هتخبر زي ما هي في البوله بتاعتها. بصي بقى اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. وغطاها بقى بالشمع وحطها في مكان دافي لما تخمر بقى ويتضاعف حجمها. وغطاها بالشمع بقى وبكوسه اي حاجه بقى، الشمع تضيف عندي اهي، وطلعها برضه بكوسه بس كده وتخمر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، العجينة بقى اللهم صل على النبي اهي، خمرت معايا اهي بسم الله ما شاء الله، خمرة اهي تضاعف حجمها اهي وزادت اهي كده خمر اهي. نبتدي بقى نقطعها بقى كور كده، ندي البرتقالية الصغيرة دي كده زبدية اهي. نجيب بقى حاجة وشها شوية دقيق، اي حاجة عندي مطرحة صينية اي حاجة من غير مطرحة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نكورها بقى في العجينة. خمرة اهي بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى نخليها يعني قد بعضها كده اهي. العجينة معايا بقى، اللهم صل على النبي. خلاص على أي حاجة، لو عندكش حاجة خشب على الصينية عادي. فكر بعض تاني بقى بالمقاديق، والمقادير تاني جبنا نص كوباية مية دافية على معلقتين سكر وكيس خميرة فورية اللي هو معلقة كبيرة ملانة خميرة، ودوبناهم مع بعض لما تفاعلوا مع بعض وعملوا زي عملوا فوق كده زي الرغاوي كده اهو حبة يعني، ونغطيهم يعني في مكان قبل ما نعجن. الأول بنعمل في الخميرة كده، بنجيب الخميرة وندوبها في معلقتين سكر ونص كوباية مية دافية عشان ما تضيعش مفعول الخميرة، ما تكونش المية سخنة دافية فترة كده. ورحنا جايبين بقى كيلو ونص دقيق، جبنا كوباية سمنة وكوباية زيت، أي سمنة عندك بس تفكها على النار
دفيها على النار كل السمنة تكون دافية واللبن دافي، وجبنا كوباية لبن رايب أو زبادي وكوبايتين حليب ومعلقة كبيرة خل ومعلقة بيكنج بودر ومعلقة كبيرة ملح بس كده. وعجننا بقى المقادير كلها مع بعضها، والدقيق خليناها بقى للآخر كده زي ما تاخد، تبقى العجينة معايا بالشكل ده كده اهي، طرية اهي ملصقة اهي تتشكل اهي. وسيبناها ساعة في مكان دافي، غطيناها بفوطة بمشمعة وفوطة، وحطيناها في مكان دافي ساعة ما تضاعف حجمها وخمرت خمرت اهي. وبعدين جينا بقى عليها وخدناها اهي، قطعناها اهي كور صغيرة كده قد الليمونة الكبيرة كده، يعني حسب ما انت برضك لو عايزة تكبريها كبريها صغريها، ده اختياري بقى التقطيع دي فين، او ممكن تكبريها وتشقيها بالسكينة، تقطعها بالسكينة وراكوا دلوقتي لما تخبزيها تقطعها 2 ونص تشقيها، تجيب النص كده تخبزيها مدورة وتجيب السكينة تجيبها من الوسط كده ايه شقة كده، تبتدي بقى تكورها قد بعضها كده اهيت، خد واحدة صغيرة احطها بصوا بقى كده بقى كلها معايا اهي، قطعتها بقى كلها، هبتدي بقى اخبزها بقى افردها بقى كده افردها بصوا بقى اهيت ما شاء الله اهي، اللهم صل على النبي وخمرت معايا جميلة اهي، هبتدي بقى خلاص اهيت، هبتدي بقى اغططها بقى افردها بقى افردها يعني هغطها برضه بالمشمع عشان وشها ما ينشفش مني عشان ما تنشفش، كده بقى بططها بقى هنا جميله معايا اهي، وبتتفرد لوحدها اهي اهي، مش عايزه انشبها السمك ده بقى، شايفين انتوا السمك ده كده بقى ارصها بقى، ادهن بقى الصينيه انا خفيفه يعني زيت خفيف كده ماشي بقى كده بقى الصواني، ادهنها شويه من الصواني على ديت، وابتدي احطها بقى في الصينيه اهي، نعمل واحده كمان تانيه زي ما خبزنا ديت هنرز دروح مش عايزه نشبع، عايزه تعملها بالنشبع عجينه لينه وجميله وماشيه زي تانيه، ابتدي بقى يعني امسحها عشان هي هتخمر، هنسيبها تاني ترفع، هنسيبها تاني تخمر في الصواني تاني، هنسيبها كمان ساعة في الصواني زي ما هي تخمر، هنسيبها
طبيعي. هنعمل بقى كله كده. مرتب. استنى يعني في الاثنين الاخرين دول ايه؟ ها؟ هنبتدي بقى هنكمل الاخرانيات دول. بصوا انا كنت عايزه اشقلكوا دول. بصوا بقى نحطهم في الصينية دي زي السندوتشات كده. سويها يعني كده اهوت. يلا قطعت البيتزا هنكون مولعين بقى الفرن. سيبها الاول تخمر كده عشان كده بطاطنا فضيانا خرزناها فضيانا خمرها. وهنولع الفرن. لازم الفرن يكون سخن قبل ما ندخلها. وهتخليها بقى فرن متوسط الحرارة عشان تستوي معاك وتبشريها برضه. خلصت بقى كلها وانا هولع بقى الفرن. الفرن بقى اهيت اهي. بصوا بصوا جميله ازاي. بصوا ارضيتها. بصوا عشيه وجميله ازاي. طلعتها لسه مطلعاها بقى من الفرن دلوقتي حالا. اتفضلوا بقى من هنا مش شايفه جميله ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. بصي بقى قلبها من جوه. شوفي القصايه بقى هشه من جوه. شوفي بقى الطعم بتاعها والريحه. ريحه الخبيز طالعه في الفرن في المطبخ. جميله جميله. اتفضلوا بقى من هنا والشيف. وديت الطويله اهي. الطويله اهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.